وبالعودة إلى الشأن المحلي، نظم العشرات من الناشطين في محافظة النجف الأشرف مسيرة احتجاجية في ساحة ثورة العشرين وسط المحافظة، احتجاجا على استهداف المحتجين وسط بغداد والذي أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين. وطلبوا القضاء العراقي بالتحقيق بالأحداث التي رافقت احتجاجات الثلاثاء والتي خلفت قتيلين و26 جريحا. من ساحة الأحرار في النجف الأشرف، اليوم هاي الوقفة مالت الشباب لما حدث في يوم 25/5 بالأمس. لما نقول بالأمس، بالأمس 5 شهداء 30 جريح، شباب طلعوا كرنفال لإعادة الثورة والمطالبة بإظهار القتلة ومحاكمتهم. شنو اللي حدث؟ أنا أريد أوصل لك أنت الكاظم اللي جرى ودنك بالشوارع. أول مرة أنت مو رئيس وزراء ولا قائد العام للقوات المسلحة، أنت قائد العام لقوات القتل والسلب والنهب. القوة الأمنية هي اللي تدافع عن الشعب، تدافع عن البلد وعن مظلومية الشعب، لكن إذا قوات أمنية تواجهك بالرصاص، هسه لو فرضنا أجيتك وأنت بالقوات الأمنية وقطفت عليك بطل ماي، زين ترجع تضربني طلقة تقتلني، تفجع أهلي وتفجع عائلتي وأصدقائي ومحبي بي، فهذا خسة وحقارة ونذالة من أي شخص يتصرف هذا التصرف. تقولون مو إحنا، مو القوات الأمنية، منو هذول؟ يجب على رئيس الوزراء الكشف عن قتلة المتظاهرين. هي طلعتنا ليلة أمس كانت على كشف قتلة المتظاهرين. الآن متظاهري النجف يقومون بمسيرة توابيت، أي مسيرة الشموع، حداد على أرواح، حداد على أرواح الشهداء الذي سقطوا البارحة بساحة التحرير. شهداء أبرياء كان همهم نريد وطن، همهم يردون حياة سعيدة، حياة كريمة، تواجههم بالرصاص وبالقمع إلى متى؟ بس فهموني ليش؟ إشراد هو طلع يطالب بحقه بس؟ ايضا هاي الدماء مسؤول عليها بعض الشعب، مسؤولين عليها بعض الشيوخ من العشائر الذين تركوا هاي الشباب وحدهم. الى متى وانت قاعد ببيتك؟ قاعد ببيت تجاوز البعض من عندكم يسقط جوكري وبالسفاره وغيرها. الى متى انت المسؤول؟ انت المحرض على قتلهم، والى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل.